بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد. لقيه أو جاءه أعرابي حكى له رؤية، والعجيب أن أبا بكر الصديق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبر تلك الرؤية، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبرها، ثم بعدما انتهى منها قال: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فالرؤية دي يعني أو الحديث عجيب، والحديث في البخاري في مسلم في معظم كتب السنة إن لم يكن في كلها، ولذلك شراح البخاري وشراح مسلم تعرضوا للكلام على تلك الرؤية أو ذلك الحديث يعني تفصيليا. ولذلك أنا أتعجب من معبرين يجهلون تلك الأحاديث التي هي منبع ومصدر يستفيد منها كل من يريد أن يدخل نفسه في فن أو علم الرؤى والأحلام. وأيضا هذه الأحاديث رد على هؤلاء الذين يطلبون منا أن نهمل هذا العلم، فنقول لهم: لماذا لم يهمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل قبل ذلك لماذا لم يهمل في الكتاب الكريم وقد جاءت عدة رؤى، وسورة يوسف مليئة بالإيه؟ مليئة بالرؤى العجيبة. المهم نعود إلى موضوعنا وإلى تلك الرؤية التي رآها أحد الأعراب وحكاها للنبي صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة، وفي بعض الروايات البارحة، إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها، لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. قال: أما الظلة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله، بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث يعني كما قلنا عجيب، وفي فوائد كبيرة للمعبرين ولهواة هذا العلم وهذا الفن، وفيه تعليم لتلك الرموز. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الرؤى، وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم الليلة رؤية؟ فقام الأعرابي فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، رأيت الليلة كذا وكذا، فحكاها. فكأن النبي يهتم ويعتني بالرؤى، ويأتي الصحابة
عندما يرون شيئا، وهذه السلسلة التي نحن فيها اللي هي أحلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد بها عرض تلك المنامات التي إما رآها المعصوم صلى الله عليه وسلم وإما رآها صحابة وعرضوها عليه، وبالتالي يعني تأخذ نفس الفائدة، لأنها في النهاية إما رآها المعصوم صلى الله عليه وسلم وإما عرضت على المعصوم صلى الله عليه وسلم، فنالت الختم النبوي والتفهيم النبوي والبيان النبوي، مما يجعلها مستفادا منها ونستنبط منها الفوائد. فتعالوا نتكلم على هذا الحديث الجميل. ابن عباس يقول: كان يحدث أن رجلا لم يعرف أو لم يذكر الشراح هذا الرجل، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات في مرجعه من أحد، يعني هو إيه، هو راجع من غزوة أحد، وعلى الأرجح أن غزوة أحد كانت في شوال في السنة الثالثة من الهجرة، فبالتالي احنا عرفنا إيه تاريخ تلك الرؤية. فبيقول أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة. الظلة اللي هو الشيء اللي بيظلل، يعني والظلة عند المفسرين أو الظل يمكن أن يكون أمانا، وبخاصة عندما يكون من الشمس أو من الحر فيكون في طمأنينة، ممكن يكون يفسر الظل بالإمام، ممكن يفسر بالنسبة للمرأة بالزوج، لها معاني متعددة في كتب التعبير، لكن هنا فسرها أبو بكر بمعنى الإسلام اللي أظل على الناس وحماهم من حر وبرد الجاهلية والضلال في العقيدة وفي الأخلاق وفي السلوك، فجاء كالمظلة التي حمتهم. فيقول الرجل: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف أو تنطف بالضم أو بالكسر السمن والعسل. تنطف يعني ينزل منها يسيل، نطف أو الناطف بمعنى يسيل، ينزل من الظلة دي. تصور معي ظلة يعني حاجة تظلل الناس، وهذه المظلة أو هذه الظلة بتنقط وينزل منها سمن وعسل، والناس فأرى الناس يتكففون يعني يستقبلون السمن والعسل بالأكف، يتناولونه وفي بعض الروايات يتكففون بأيديهم فيتناولون. فالمستكثر والمستقل كما في بعض الروايات، فما بين المستكثر وما بين المستقل، كأن الناس بتناول أو بتتكفف السمن والعسل، ففي ناس بتاخد كتير وفي ناس بتاخد قليل، وكل واحد وحسب وحسب اجتهاده ومحبته لهذا العسل والسمن الذي ينطف من تلك من تلك الظلة. فالمستكثر والمستقل. طيب، ده جزء من من الرؤية. وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء أو من السماء إلى الأرض، كما في التعبير نفسه عندما جاء يعبر أبو بكر قال من السماء إلى الأرض، وهنا من الأرض إلى السماء. السبب يعني حبل، كأن في حبل مربوط إلى السماء، يبقى الرؤية هنا فيها منظران أو فيها لقطتان. اللقطة الأولى ظلة بينزل منها السمن والعسل، وناس تحت تلك المظلة يتكففون ويتناولون هذا السمن والعسل، ولكن مختلفون في الاستكثار والاستقلال، يعني في ناس بتاخد كتير وفي ناس بتاخد قليل. ده منظر. المنظر الثاني معانا حبل واصل بين السماء والأرض، تمام. وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء فأراك، يعني النبي، فشوفك مسكت به ورفع وارتفعت، يعني كأن في حبل نزل من السماء والنبي صلى الله عليه وسلم مسك فيه فرفعه، تمام. فأراك أخذت به، يعني مسكته فعلوته. طيب، أدي النبي. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، وبعدين جاء واحد بعده عمل زي ما عمل النبي، وده أبو بكر كما يقول الشراح، ومسك في الحبل وأيضا رفعه الله. ثم أخذ به رجل آخر، ده تالت بقى،
اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه فعلى به، وجاء عمر ومسكه وارتفع أيضا. ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل ودع عثمان رضي الله تعالى عنه، لأن حصل فتن ومشاكل وخروج من بعض الخوارج، لكن الله سبحانه وتعالى سلم ونجى عثمان ومات شهيدا حميدا رضي الله تعالى عنه، فرفعه الله عز وجل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، وبعض الروايات بأبي أنت وأمي، يعني أفديك، والله لتدعني فأعبرها. عبر أو عبره، يصح بالتخفيف والتجديد، عبر الرؤية وعبر الرؤية. فهنا دليل على جواز أن التلميذ يعبر أو يتكلم بين يدي الأستاذ. نبي موجود لكن أبو بكر يريد أن يعرض عليه، فبيقول له: يا رسول الله والله سبني أعبرها. قال: خلاص أعبرها، والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعبر. فبدأ يعبرها. قال: أما الظلة، بدأ الظلة دي الإسلام، فالإسلام تمام. وأما الذي ينطف أو ينطف اللي بينزل منها ده اللي هو السمن من العسل والسمن، فالقرآن حلاوته تنطف، يعني القرآن هو السمنة والعسل اللي بياخد منها الناس دي حلاوته، في شبهه بالعسل في الحلاوة، والسمن في لينه وفائدته. فالمستكثر من القرآن والمستقل، في معتني بكتاب الله وفي غير معتني، في حافظ لكتاب الله وفي غير حافظ، في عامل بكتاب الله وفي غير عامل، في يعلم عالم بكتاب الله مثل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود وغيرهما من الصحابة، وأبي بن كعب القارئ العظيم وغير. ففي بالتالي يعني نعم وإمكانيات مختلفة بحسب كل إنسان وتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم اجتهاده. قال ده تفسير فالمستكثر من القرآن والمستقل، ده تفسير المنظر الأول. وأما السبب بدأ طب الحبل ده بقى إيه؟ قال: وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، حق اللي إيه؟ تمسك، أنت مسكت بالحق فرفعك الله وجل اللي بعدك أمسكوا اللي هم الخلفاء الراشدون، تأخذ به فيعليك الله تمام، زي ما في الإيه في ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به اللي هو أبو بكر، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به اللي هو عمر، ثم يأخذه رجل آخر اللي هو عثمان فينقطع به، يعني قطع لكن سرعان ما يدرك برحمة الله سبحانه وتعالى، ويعليه الله كما أعلى من سبقه من سيدنا رسول الله وأبي بكر وعمر، وهذا عثمان يلحق بهما أو بهم شهيدا حميدا مجمعا على فضله ومكانته، رادين على أعدائه من الخوارج وغيرهم، فرضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به تمام. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ بعدما عرض التلميذ بين يدي الأستاذ يعبر، وبعدين بعد ما عبر بيقول له: طب قول لي يا رسول الله بقى الآن أنا عبرت، هل ده يعني عبرت صح؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني في حاجات صائبة وفي أخطاء. فقال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأته. قال: لا تقسم. يعني النبي ما رضيش يقول، لأن العلماء طبعا اختلفوا يعني على يمكن ما يزيد عن 10 أوجه فيما أخطأ فيه الصديق رضي الله تعالى عنه. بعضهم يقول أنه أخطأ في التقدم بين يدي النبي، أنه طلب ومش طبي، يا جماعة هو طلب والنبي أذن له، ما فيش مشكلة يبقى ما تقدمش بين يدي النبي، ده لو كان تكلم من نفسه كان يمكن أن يقال، كيف تقولون على يعني إمام الصديق رضي الله تعالى عنه وهو في مرتبة الصديقية تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال أنه ربما أخطأ في أنه جعل العسل والسمن القرآن بس، لكن كان يجعل العسل القرآن والسمن السنة، وربما ده أقرب الأشياء. وبعضهم قال: يا جماعة الخير،
النبي نفسه لم يقل، فأنتم هتقولوا يعني إذا كان النبي امتنع عن إيه؟ عن ذكر ما أخطأ فيه الصديق رضي الله تعالى عنه، فتيجوا أنتوا إيه تفتون في المسألة، وكلام طويل كما قلت يصل إلى 10 أقاويل. لكن الشاهد في تلك الرموز كما ترون، والشاهد أيضا في اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالتعبير. وفي بعض الروايات وكان أبو بكر أعبر الناس للرؤيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أبو بكر الإيه الدرجة الثانية بعد رسول الله، يعبر بين يدي رسول الله، فدي عناية بالإيه بمسألة الرؤية، ويدل على أن أي معبر يخطئ ويصيب، ودي مسألة مشهورة جدا في الفوائد من هذا الحديث، وربما دي أشهر فائدة وأهم فائدة، أنه ليس هناك معبر يصيب فقط إلا الأنبياء والمرسلون. نعم لو عبرها يوسف، لو عبرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو عبرها سيدنا إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب، تمام، ما نستطيع أن نتكلم، لأن هؤلاء أنبياء معصومون. لكن عبر حتى ابن سيرين أو عبر أبو بكر الصديق، فبالتالي إذا كان أبو بكر الصديق وفي الرواية نفسها وكان أعبر الناس للرؤية بعد رسول الله، إذا كان الصديق يقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فكيف بإيه بغيره من المعبرين وصغارهم وضعفائهم؟ فدي عبرة وعظة لكل معبر أنه يتقي الله في التعبير، ويعلم أنه ظن، ويقول إن صحت الرؤية نظن أن معناها كذا، ويتحرى ويتورع كما كان يفعل الأئمة كإمام المعبرين ابن سيرين رحمه الله تعالى. وفي الحديث تفاصيل كثيرة، لكن أي شرح للبخاري أو شرح لمسلم أو غيرها من كتب السنن ستجد التفاصيل، وتكفي تلك الفوائد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.